مع نعيم عون المرشح عن دائرة بعبدة. <applause> نعيم عون اهلا فيك. اهلا فيك ليه عم ترشح على الانتخابات؟ It's time. Time mm. for what? <applause> إنه بالاخر نحن عم نتعاطى بالشأن العام وكل الباركور اللي عملناه والمسار اللي مرقنا فيه كنا اخذنا قرار بال 2018 من بعد الانتخابات النيابيه انه بال 2022 بدنا نترشح لاسباب كثير معقده يعني بس انت ضد مين مرشح اليوم؟ ضد عمك او ضد ابن عمتك او ضد العائله في يكون مثلا مرشح مع حالي مثلا مع حالك مرشح إيه؟ كرمال اولادي بصفتك شو؟ شو انا اكتف بالشان بش بش العام من 35 سنه مه. اليوم حاسس انه نحن على مفترق طرق اشتغلت كثير بالظل ساعدت اذا بدك كثير عالم ما كان عندي لا طموح لا بالنيابه ولا بشيء وكنت يعني بحياتي البرايفت مبسوط بس بالاخر طلع انه اللي استلموا دفه القياده بالشان العام الوطني عم بحكي مش بس بالطيار مم. هلا رح اخذونا على المهوار بقى هلا على المهوار يا نحن يا بد بدنا نروح على مطرح نقدر نكمل يعني فيه مشارك بس كمان اخذكم على المهوار كلهم, كلهم 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 مش بس الطيار التيار. انكلودينج okay. اكيد بقى okay. أنا هلا بمطرح بعمر وبتجربه عندي انبوت آه اقدر احطه بهذا الوضع مم. لانه لا بدي بقى حدا يعني يتحكم بمصيري وبالاخر مصيري ومصير اولادنا ومصير كل اللبنانيه بالدق. اوكي، ليه ما قدرتوا تشكلوا لايحه كامله؟ الكل بيسالوا هالسؤال ومشروع يعني الاكسبكتيشن كانت كثير عاليه من المعارضه مم. بس للاسف المعارضه كانت معارضات وفي منها ما انتم ساهمتوا كمان انه تكون معارضات، ليه أنتو اليوم مع المعارضه انتم وين؟ انتو مع الخط التاريخي انتو قدام تيار انتو معارضة انتو ثورة شو؟ انتو أنا أنا 13 تشرين ولا 17 تشرين او شو لا لا, ما... لا هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا نحنا ناس عم نتعاطى بالشأن العام بموضوع الثورة وجدنا مع الناس ولا مرة وبتحدى انه يكون في اي موقف لالنا له علاقة انه نحنا ندعي ايادة الثورة أو قيادة المعارضة أو قيادة كل هيدي الحركات. م. وجدنا بالساحات كل المواقف تبعنا كانت أنه نحنا مندعم مواقف شعبنا ومطالبه هالقد. طيب في ناس اليوم مثلا رافضين أنه لوائح المعارضة يكون فيها أحزاب أنتم اليوم مدعومين من الكتائب مثلا. مش مدعومين من الكتائب، الكتائب منهم مرشحين حدا بس دعموكم بيبين اوكي ايه قالوا هيدي اللايحه اللي بتمثلنا يمكن في ناس قوميه يدعمونا ويمكن م. في ناس ما بعرف من وين يدعمونا، شو لها علاقة؟ نحن ناس مستقلين نازلين هلا اليوم مش مش تابعين لحدا اوكي و <applause> وفي كثير ناس ما عندهم مرشحين بحبوا يدعمونا، ما زال ما في قيد أو شرط على دعمنا وما في شروط رح تاخذ من أصوات التيار التيار الملتزم؟ ما بعرف اكيد البيئه لمين الطيار التيار الثاني الغير ملتزم مؤيدين يعني مش ما بعرف. اصحاب البطاقات ما بعرف الحاله اكيد ما انا بنتمي لهي الحاله العونيه بنتمي لهي بعد في حاله عونيه ما لا عليه الناس هيدي الحاله برجع بقول لك شو اسمها مم. هالمجموعه هيدي بتمثل شريحه من الناس كلها قامت اذا بدك وتوحدت على مجموعه قيم ومبادئ ونضالات و بعتقد و... بعدها محافظه عليها لانه المبدا مش غلط بس انتم هيدي الحاله اللي عم تحكي عنها واللي يمكن خرجوا عن اطار الحزبه وبقيوا ملتزمين بالمبادئ يلي ناضلوا كرمالها تعتبروا اليوم غير اوفياء مثلا اوفياء لشو؟ ورمزي كنج و... اوفياء لمين ولشو؟ لخطكم التاريخي يلي لا كيف عن... فسري لي كيف بكون اول شيء الوفا طلعتوا عن اداره الحزب بكون... اللي كيف بكون الوفا تنشوف اذا إحنا... نحن خبرني انت لا انت بدي الخيانة عم بقول هن الناس بيتهموكم هيك او حتى في بعض جمهور التيار بيتهمكم هيك انت جاوب ج... أنا بخبرك <applause> ما بده اللي بده يتهمنا بده يحط لي قواعد الاتهام انه الوفا خياني مثلا مثلا في واحد بيخون على شخص مثلا عم بيواجهه واحد بيخون شخص معه انت عم تواجهي علنا وبالوجه وبالمباشر، هي مش خيانه، هلا اذا انا وياك متفقين على شغله وطعنتك بظهرك شيء، واذا انا عم اقول لك معترض على ادائك بوجهك شيء ثاني، هيدا من ناحيه المبدا. نفس الشيء الوفا، هلا هو الوفا آه بدك تسالينا نحن اذا كان في وفا بالتعاطي معنا، اذا هذا اه عندكم عتب ما كان في وفا بالتعاطي معكم؟ مش قصة عتب اه شو بدي اقول يعني <applause> لك يعني ما ما لك لا ما هو الموضوع هلا انت عم ترجعيني لورا انا كنت حابب احكي لقدام رح نحكي لقدام جايين برجع بقول لك شو الوفاء يعني ما بدك تعطيني الديفينيسيون مين طلع معك بلا وفاء عمك شو مين طلع معك بلا وفاء ما لها علاقه الحاله كلها يعني اصلا مين طلعوا طلعو طلعوا طلعوا بكل هالمنظومه على خصمك ما خص برجع عم ت... انت عم تحصري تحصري انا بالمنظومه مثلا هو هو بحزب الحزب بالمنظومه <applause> هلا بتقولي لي الان متميز تنقول بالموقف تبعه ألا غير مش مهم القياده الحزبيه عم تاخذ قرارات أني عم يلتزموا فيها <applause> وهيدي شغله مش منيحه لازم الانسان يعبر عن موقفه العلني ليه ما قدرتوا تقنعوا المجتمع المدني انكم بتشبهون وبتقدروا تمثلون مين المجتمع المدني؟ ما هي كمان اسئله <applause> انه بيجيك مجموعه مثلا اربعه خمسه بيهوبروا بعلم يعني وبصيروا انه هذا هن المجتمع، انا بدي اسال السؤال بالقلب، انت برايك ما يسمى بالثوره وصل للهدف اللي بده اياه؟ ما يسمى ما بتعتبرها ثوره؟ لا، لانه ما اكتملت كل عناصرها تتصير ثوره. شو هي عناصرها ما عناصر الثوره اربعه، بدك مشكل موجود، بدك اراده عند الناس للتغيير موجود. ما في قياده وما في رؤيه، وهود الاثنين وصلوا لهون. <applause> قبل ما تساليني رأيي، أنا بدي أعرف فإذا ال... أنتم على مين معولين؟ مين بدكم تمثلوا؟ الناس، ما برجع بقول عم تحكي أنت عن الحالة الشعبية بالمطلق، <applause> في حالة معترضة بالمجتمع، هيدي الحالة معمّم يعني بالعكس هي هلا اليوم الأقوى وهي اليوم بتمثل الشريحة إذا بدك الأكثرية والغالبية. القصة كيف بتترجم هالقوة؟ إذا عم تقيسيها على الأشخاص اللي يعتبروا بالثورة تقليديين تغييريين أو قياديين أو إلى آخره بدي أسأل سؤال أنت شايفة أنه من 2015 من وقت قصه السبالي السبيلة مروراً لل2018 بموضوع الانتخابات النيابية ووصولاً لل2019 بأول الثورة وصولاً لليوم ولإدارة الانتخابات الحالية أنت شايفتها مزبوطة؟ ما عم تسألني؟ جاوب أنت, أنت لا معنى ما أنا ب... ما أنت سألتيني السؤال أي عم ترد لي بسؤال ما لي حق أوكي. اسال رايك؟ بلا طبعا اكيد طيب. بس انا هون مش تعطي رايي تاسالك لا ما أنت, بتعب... انت بتعبري عن راي المجتمع اي ما في شك مش كل المجتمع مش مهم عن رأي تنقول حالي بالمجتمع طيب. عن تساؤلات الناس ها مش هيك مع... عم بسألك إيه طيب ده. ما عم بسألك شو هو برنامجكم الانتخابي اليوم؟ البرامج بدي لك شغلة البرامج بالمطلق كلها صارت تشبه بعضها لأنه بالمشكلة بلبنان مش تقني يعني مثلا بتشبه بعضها يعني مثلا اليوم في عندك ناس عم بيخوضوا معاركهم الانتخابيه كلها ضد السلاح، انتم شو موقفكم؟ السلاح فيه اشكاليه وبده معالجه كيف؟ بحوار وطن في طريقتين مم. يا بدنا نشيله بالقوه يا بالحوار اه انا مستعد امشي بالاثنين اي وحده بدك؟ بدك تروح بالقوه؟ اللي بده انا مستعد التحق فيه عن اذا بتعرفي حدا مستعد يروح يعمل هيدا انا بدي التحق فيه انا بدي اعرف اذا انت ليه بدك تلتحق؟ اذا خذ الخيار انت وروح فيها <applause> انا ما بدي انا انا رايح بالحوار انا عم أقول في اشكاليه يعني بالبلد انت مع الحوار طيب ما انا عم بقول في اشكاليه بالبلد وما حدا بدك توريت الناس معك يعني مع بدك تروح على القوه روح ما بخبرك شو لا ما في مزايدات بتجي بتحكي بعقل بهيدا البلد بتحكي بمنطقه بتحكي بلا شعبويه بصيروا ناس يزيدوا عليك اليوم مثلا هلا بعد شوي عنا افطار بمطعم السياحه رمزي عامل افطار بمطعم السياحه طيب ثلاث ارباع العالم المرشحين بدهم ينتقدوا من فوق ينزلوا على مطعم السياحه وينتقدوا وينز... انه كيف دي... كيف بدك تخاطب الشارع الشيعي؟ انه بالاخر هاي قادرين المبالغات قادرين لحظه قادرين اليوم عن جد تخاطبوا الشارع الشيعي وقادرين تستقطبوا من الشارع الشيعي وقادرين تكونوا موجودين ب بذهنية ومتطلبات هذا الشارع؟ مش بالضرورة مش كتير بعيد عنكم؟ مش مش بدلوق... لا رح اقول لك اول شيء اللبنانية اليوم كلهم ما بيختلفوا عم بيعيشوا نفس الازمة أيه. بكل تلاوينهم وبكل مشاربهم ومناطقهم وطبقاتهم يعني اذا كانوا اغنياء او فقراء، اذا كانوا بالجنوب او بالشمال، لبنان اليوم كله مأزوم، كله كله حتى الغني يلي بيفهم بالبزنس وبيعرف انه يلي عنده شركة عم تخسر ما في شيء مش عم يخسر اليوم بلبنان كلنا خسرانين شو بيميز ابن الضاحية أو ابن الجنوب أو ابن بعلبك عن مطلع أي إنسان بلبنان ماشي أوكي. ما عم نفس المأساة بس انتم قادرين هل... تأمنوا لهم مقومات الحياة اللي اليوم الأحزاب الكبيرة الموجودة بدايرة تبعك بالتحديد قادرة تأمن لهم إياها؟ السؤال أنت برأيك في حدا اليوم عم بأمن شيء لحدا؟ ايه طبعا اول شيء بس احزاب حت... كبيره خ... قادره خ... تامن لجمهورها بالقليله مقومات حياه م... يعني م... مستقيله من الدوله في اللي كش... خلينا نجزئ الموضوع ما حدا في حل محل الدوله مم. لو فين يحلوا محل الدوله كان اليوم في ناس ما عندها مشاكل اجتماعيه ما عندها مشاكل ماديه ما عندها مشاكل صحيه يعني عم بتعالجهم قصدي مش بالمعنى ال... فيها تفوت على المستشفى مش مزبوط بس ننزل على الارض ونتعاطى مع الناس ونشوف الناس بنلاقي انه كل المجتمعات وكل البيئات وكل المناطق عم تعاني من نفس الماسات هلا في ناس اكثر من ناس وفي ناس اقل من ناس في ناس يمكن احوالهم منيحه مش بس تاخذيها بالكوتيل السياسي اليوم اذا واحد احواله اصلا منيحه اذا عنده حدا عم يشتغل برا اذا حدا عم بيساعده من برا يمكن يكون احسن من حدا تاني بس بالمطلق ما حدا مرتاح انت اليوم لما بدنا ناسس نحن للعلاقه الجيده مش بالضروره اليوم تقدري تعملي كل التغيير بس قادره تخاطبي هذا العقل ليش هذه البيئه مش قادر تستقطبهم؟ بتخاطبهم بس قادر تقنعهم؟ بعتقد ايه على شو معول؟ مع, مع المنطق ليه؟ يعني سؤال هني مش لبنانيه؟ واسي. طيب سؤال هني مش لبنانيه؟ عندنا نفس الهواجس نحن وياهم نحن عم نعيش نحن وياهم نفس التجربه عندنا نفس العمله نحن عم نتشارك نفس الازمات الصحيه ونفس الازمات البيئيه عم نشارك نفس مشاكل الكهرباء ولا لا اوكي عندنا نفس العمله ولا لا هذا امننا مشترك ولا لا شو شو عده وبعد بنكمل الايمز تبعنا تطلعاتنا كلنا عم نتعلم نفس الكتب وبنفس المدارس وبنفس الجامعات ما بتستغرب انه هيدا الحكي اللي عم تحكيه في ناس بالرغم من هيك بعدها بتنضوي ضمن هالاحزاب وبتصوت لهم. هي غير موضوع، هيدي هي مثل ما هي موجوده عند الشيعه، موجوده عند المسيحيه، موجوده عند السنه، موجوده عند كل الاحزاب، م. في بالاخر عدد معين من طيب الجمهور. وانت على شو معتمد؟ بتقدر تربح انتخابات اليوم؟ نحنا قريبين كثير من الربح. هالقد واثق؟ وسع عم بحكيكي ارقام انا مش حتى مش من عنا، أوكي. يعني انا انا شخصيا من, عمل... من مين رح تاخذ؟ من كثير من العالم المنطق اللي عم نحكي فيه منطق كثير سليم، منطق مرتكز على وقائع على فهم للمشكل، على قراءة وتجربة طويلة مم. ما ما بنحكي كلام شعبوي ليه ما قدرت أم... تقنع بقيت آه... خلينا نقول رفاق الدرب تبعكم انه يترشح على الانتخابات مثلا توني نصر الله مثلا انطونيو صحبي انسحب تقليك ليل ولا مره كان عندنا هدف انه نترشح تنترشح كان عندنا هدف نكون عم نشارك تشكلوا قوه تكونوا موجودين وين ما كان كنا عم نشكل اول شيء نحن بنعرف كثير حالنا بنعرف حجمنا متواضعين بنعرف اليوم شو قدرتنا في عندنا بوتنسيال شيء او نحن قادرين نغير لكن في كل هالظروف بنعملها ما حدا يعني بنعرفها سوري ما حدا منا كان كثير متحمس للموضوع، اول شيء الشق المالي الاجتماعي الشخصي الى اخره، وبعدين ظروف المعركه، نحن ما عم نرشح بكل لبنان تنقول مرشحين عالم، نحن عم نرشح مطرح ما في امكانيه نجاح عاليه، بالمتن مثلا كان مرشح طانوس وكان في امكانيه وبرايي انا كانت هي اللايحه بتجيب حصلين. أي. للاسف فرق يعني ليه؟ لاسباب العلاقة باشخاص كانوا اساسيين باللايحه بطل بدهم يخوضوا الانتخابات صار في ضغوط؟ ما بعرف لا هني ما بيقولوا هيك بس انه عمليا فلوا بنص المعركه فجأة مين بعده صديقك بالطيار؟ كل العالم ما عندي مش بس الطيارة اصدقائي وين ما كان اوكي <applause> في ناس بيقولوا انه نجح جبران باسيل انه يقدر يطلعكن واحد ورا الثاني لانه انتم طمعانين بالسلطه وهو ما نقاكم برايك انت بتعرف بتعرفي اكثر من غيري. في ناس بتقول هيك هلا في ناس لكن الانسان عدو ما يجهل الناس كثير ما بتعرف كل التفاصيل بس انا بدي افترض مزبوط انا مم. تنقول رمزي كان شو برايك بشكل خطر على جبران مع معلش خلينا نحكي الامور مثل ما هي ميشيل شادريفيون ارماني كاثوليك يعني اقليه الاقليات شو بشكل خطر على جبران بيسير تروح معك بالاول ما بدي انتوا الناس يلي عندكم التاريخ يلي بنيته التيار لكن هو خايف مش من الاشخاص من شو لكان من اللي بنحمله من مبادئ واللي حافظنا عليها اذا بدي افترض هذا اللي بخوفه مثلا من ميشيل شادريفيا تسالي سؤال ثاني انه ميشيل ورمزي ليش فلوا؟ طب انا بدي افترض مثل ما عم تتهمينا انا ابدا ايه مثل ما عم تتهميني انه نحن انا عم بوصل لك يلي بيحكوا فيه الناس طيب ما الناس حقهم لانه ما بيعرفوا أجزاكي. عم يسالوا منه بس انا عم بسالك عم سؤال الاتهام اذا بدي افترض بيلبسني مم. بدي افترض كيف بيلبسوا لميشيل شادري كيف بيلبسوا لطوني حداد يلي عم يخدم بلده وعايش بامريكا ما بده شيء، لا مرشح على الانتخابات ولا بده شيء، قدم كثير من حياته ومن شغله ومن وقته ومن ماله بلا فور فري، حتى ما بده مركز. طيب عم برجع بقول لك رمزي كانش شو برايك انت يعني هلا بالتوزيع الطائفي الموجود بالبلد وبالاحزاب والى اخره، شو عنده حزوز رمزي كان يعني يعمل بالطيار شو وين فيها انه لكن الناس هودي على قناعات، <applause> هي القناعات تعارضت مع السلوكيات القائمه. هيدا اول شغله، اثنين هلا من بعد 10 و12 سنه و15 سنه صار كثير هين اذا بدك ندافع عن فكرتنا. نحن من خمسة ليه هانت عليكم الاداء كان سيء لدرجه انه سهل عليكم المهمه؟ الاداء ما هو نحن إن عارفين انه طريقه الاداء بدها توصل للمشكل امم مش مزبوط انه كانوا يسالونا ايام السوريه انه هن متساهلين معكم في مطرح من المطارح في بالانس يعني لو السوريه بالماضي بلشوا تنقول يغتالوا عالم كانوا بدون يوصلوا يقتلوا اول واحد تنقول عم بحكي اي حيالله مقاومه يعني بيوصلوا لرقم معين بالاخر في واحد بده يوقف ويدافع وهيك بتبلش نفس الشيء لو عمل اداء جيد كنا نحن غيرنا موقفنا ما نحن ما انطلقنا بعدائيه لكن هيدا المسار وصلهم لهون بعدين انا بدي اسالك سؤال نحن طلعنا كثير بالحلقه لا لا نحن طلعنا من التيار مزبوط دخلك هن طلعوا من البلد كيف يعني طلعوا من البلد؟ انت برايك مكملين هن بالحياه السياسيه؟ بكره الايام بتفرجيكي هل قدم مراهن انه ما ما بيقدروا يكفوه؟ اكيد ما مين راح يكون البديل انتو؟ حيالله حدا في يكون البديل، كل المجتمع هو اللي بيقرر مين البديل. امم الاسس موجوده، الافكار موجوده، المبادئ موجوده. كل واحد بيحمل هيدي الافكار والمبادئ وبيمشي فيها وبيطبقها على اساس بيكون بسي... هو البديل. ليش بقى كيف تطورت الاحزاب بلبنان؟ ليش فلوا رح الاحزاب؟ رح تاسسوا حزب؟ بالمرحله الجايه ممكن. مم. بعتقد ايه بس بمرحله تانية مش هلا بدك نضوج الحزب السياسي قادرين تتفقوا كلكم وتكونوا فيه او بكره بترجعوا بتتشرزموا مثل ما عملتوا هذا كل واحد بيراقب الانتخابات مين نحن ومين؟ ودايما التيار خليني اقول لك نحنا وين نحن يعني هلا ما قدرتوا توحدوا مين بده يترشح على الانتخابات، مين لا ما بدنا نترشح، مين قال لك ما نحن مش مين نحن كان في قرار اخذناه باناليز منطقيه، يعني مم. مثلا الدوائر اللي فيها حظوظ رح تخوضوا فيها المعركه الدوائر يلي رح لا عطيكي رح اعطيك رح اعطيك كاتون يا الله. ايه؟ هو بالاساس ما بده يترشح ومش حابب. مم. اوكي؟ لو ب تنفترض كانوا الاشتراكي والقوات عم بياخدوا اثنين موارنين كان في حظ للأرثوذكسي صرنا بنفكر فيها طانوس حبايقة كان بالأول ما بده يترشح على أساس أنه القوات عندهم مرشح ماروني وإلى آخر. هي قصة مش بس قصة الحسابات لو كان الواحد ممكن يخسر يعني مثل شرف المحاولة دايما لا فينا نحاول برأي. مش ضروري بس بالانتخابات آه في فينا نكون ناشطين بالشأن العام ونساعد وإلى آخره ما هيدي هاي, هاي الذهنيه انه لازم نكون بالنيابه او لا طب انا صار لي 35 سنه وإنت تعرفيني بكثير زمان و... وكتير وكثير ناس ما بتعرف انا مين ما بتعرف شو دوري ما بتعرف شعيني. لا شو لا بيعرفوك كثير منيح لا لا صدقيني انت بتعرف انه ما حدا بيعرف بيعرفوني هلا مؤخرا بس عن جد شو شو كان دوري ما حدا بيعرف لانه بالمرحلة الماضية كانت أمنية مين خبى لك دورك ما خلى حدا يعرف؟ الظرف الأمني بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية الاشتباك الداخلي كيف علاقتك اليوم بالرئيس عون؟ طلعنا من الظل للظل يعني <applause> كيف علاقتك بالرئيس عون؟ على الصعيد الشخصي ما في شيء بس انه تلتقوا كعائلة يعني وهيك تجتمعوا؟ ليك لا صراحة ما أنا أنا من ميلتي القطيعة لسبب بسيط لأنه ما بدي آه، مثل واحد عم يجود حاله يعني بدك تقعدي كل مره تلتقي انت والشخص ترجع تعيدي نفس الكلمات ونتشارع على نفس المواضيع ما لها طعمه ما بتتفق انت وياه؟ مش ما بتفق في مشكل ما عندكم نفس الافكار بقى؟ في مشكل بالبلد هيدا مم. المشكل بده حل قولي لي كيف بينحل يمكن اتني اعطيني الحل هو مسؤول انت الاداره ادائه كان مسؤول عن تفاؤم المشاكل؟ آه ليكي ما في شك انه اكيد مسؤول، ما بي... ما انسان بموع المسؤوليه ما في ما يكون مسؤول. <applause> هلا بتقولي لي بيتحمل هو كل المشاكل؟ لا، بيتحمل اسبابها؟ لا، بس بمطرح من المطاريح الحياه منا عمليه تمنيات. هلا انت طبيب بتفوتي على المستشفى اول نهار، مريض بالمستشفى صار له جمعه وصار معه مشكل. بدك تعالجي شو لها علاقه شو سبب المشكل واذا انت خصك فيه؟ إن بمطرح بدك تعالج المشكله وإلا تروح المستشفى او ايه يعني بمطرح من المطاريح بدك تعالج المشكله نحن اليوم اداره الازمه وانا هي عدتها اكثر من مره اداره الازمه الحاليه هي يلي اليوم اذا بدك بدين السلطه الحاليه اكثر من سبب المشكله تمام انت برايك السنتين الماضيين صرفوا كل هيدي المصاري بالشكل اللي صرفوه هيدا شيء طبيعي انت شو رايك اكيد لا لك انصرف 16 مليار لك هو كان في 31 مليار صاروا 14 طيب ها في 16 ما بعرف قد ايه انصرفوا او 17 هي تقريبا ما عندي الارقام الاكزاكت يعني بهذا البلد ما في شيء فيك تعرفيه بس تقريبا إيه، اذا بتقدر تعرف بيكون اقل طيب هالارقام بيقولوا انصرف منها 12 13 قولي 12 على الدعم وفي اربعه يمكن طلعوهم برات البلد لسبب 100 سبب وسبب طيب 12 اللي انصرفوا على الدعم ليش انصرفوا بالطريقة؟ هيديك اليوم قلت كنت بمقابلة لو دعموا الإنسان لو إجوا عند واحد مريض قالوا له هودي حق دويتك ما فينا كنا هربنا الإنسان من لبنان بتدعم الدواب بتذهب يتهرب تتهرب السلعة بس هيدي شغلة كتير بسيطة شو بدك تقول لأهل بعبدة قبل ما نختم؟ شو اللون؟ بدي اقول بدي اقول لهم انه يعني نحن بظروف صعبه اهل بعبدة والضاحيه والجمهور الاخر يلي يعني لازم اليوم كمان بدي احكي نه... كل اللبنانيه نفس الحديث اليوم نحن بازمه كل شعوب العالم مرقت بتحديات هالتحديات هيدي طريقة معالجتنا لها هي اللي بتعمل الفرق إذا اليوم نحن قعدنا بالبيت بنكون عم نجدد لهذه الطبقة السياسية إذا انتخبنا هي الطبقة بنكون عم نجدد لها إذا حطينا ورقة بيضة بنكون عم نجدد لها بدكم هيدا الوضع كملوا فيه بيرجعوا بيدفعوا نفس الثمن يعني شو بدهم يغيروا يعني مجبورين يحاولوا يغيروا و والتغيير بهذا البلد لانه بلد مركب هين نحن نقول لك جود لك شكرا لك نايمون ميرسي لك و... وعلى برنامجك ان شاء الله بده يكمل بعد الانتخابات بنشوف أه